يرحمك الله يا ملا عطية، بين لنا حالة بنت الإمام الجواد. قال بنت الجواد أصبحت مفجوعة وحزينة، تنظر الهادي لوج فاجعها بونين. شبه جدك الهادي لا تجذب الونة، ترى ذايب فا فتح عيونك نغصت شربي وزادي وسهرت عيني والعدو قرت عيون. وويلا بديار غربة يا الولي اتقضت أيامك وتموت ما واحد حضر لك من أعمام. جاير علينا يا دهر دايم علامك، من دون كل الخلق جرمة ما جنين. يا علي يا علي سمل بقلبك يا عزيزي، فتي قلبي بعدك يا والينا عسى ما اشوف درب. ما ينقضي نوحي على مصابك ونحبي، تقضي بغربة وموحشة تبقى المدينه.